مرحبا واهلا فيكم بفقره جديده من فقرات حياتك اسهل. بعض الاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه اللي بتكون اصابتهم بالاعصاب ممكن تاثر على الجهاز البولي. اللي ممكن يتاثر من هالجهاز هو المثانه، بصير فيها نوعين من المشاكل بسبب الاصابه بما يسمى المثانه العصبيه. بس الحمد لله الطب اوجد طرق للتعامل معها بحيث يصير التعايش معها كثير اسهل. تفاصيل كثيره ومهمه عن هالموضوع طلبت من الدكتور رامي يشرح لكم عنها. الدكتور رامي شاكر العزب هو أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية وحاصل على البورد الأردني في الجراحة العامة والمسالك البولية وعلى الزمالة الكندية في معالجة أورام المسالك البولية. رح يخبركم شو الإصابات اللي بتؤدي للإصابة بالمثانة العصبية وشو أعراضها وأسبابها وأضرارها وكيف ممكن التعامل معها وكيف طرق علاجها في بعض الحالات. أكيد بدي أشكر الدكتور رامي العزب على المعلومات اللي رح أقدم لكم إياها، وبدي أطلب منكم تحضروا الفقرة لنهايتها لحتى تستفيدوا من كل المعلومات اللي فيها، وشوفونا بالفقرة الجاية من فقرة حياتك أسهل. السلام عليكم، اليوم رح نحكي عن اضطرابات التبول، ورح نحكي بشكل رئيسي عن إصابات الأعصاب والإعاقة وتأثيرها على المثانة. المثانة ربنا خلقها أنها تستوعب البول وتفرغ البول وتخزن البول بدون أي زيادة في الضغط، والمثانة رغم أنها عضو يتبع لإرادتنا إلا أنه فيها جزء لا يتبع لإرادتنا. نقدر نحكي كثير عن المثانة العصبية، لكن أبسط تعريف للمثانة العصبية أنها إما فقدانها لوظيفتها في التفريغ أو عدم قدرتها على التخزين. يعني خلينا نحكي عن النوع الأول. في بعض المرضى بعد الإصابات العصبية مثلا الديسك الظهر، سرطانات الدماغ، جلطات الدماغية أو أي إصابة بحوادث السير مثلا، ممكن المثانة تفقد قدرتها على التفريغ، يعني تفقد قدرتها على إنها تنقبض وتفرغ البول. فالمثانة هي بتدخل في شلل، إما شلل جزئي أو شلل كلي، وبتبدأ ساعتها تزيد. حتى لو المريض حب يبول ما بيقدر انه يعمل الضغط الكافي للتبول. المثانه والتبول لهم جزئين، في جزء عضله المثانه اللي مفروض انها تستوعب البول وتفرغ البول، وفي جزء هو عنق المثانه اللي هو بيسيطر على البول وبيمنعه بيمنعنا يعني عن التسريب البول بين الامتلاءات. فاحنا الجزء الثاني هو فقدان المثانه لقدرتها على التخزين، يعني المثانه متشنجه، قدرتها على التخزين بسيطة، استيعابها للبول قليل. فهذا ينتج على أنه كل ما يجي دفقة من البول من الكلى المريض بيفقد قدرته وبيزيد الضغط وممكن يصير في تسريب بولي. طبعا المرضى اللي بشكل خاص مصابين بهذا الموضوع مرضى الإعاقة اللي ما تكون المثانة العصبية عندها عدم قدرة على التفريغ. عشان هيك نستعيض عن هذا الكلام بشغلتين: تدريب المريض على أنه يرخي حاله ويرخي الصمام ويستعمل عضلات البطن للتفريغ، وإذا فشلنا في هذا النوع نلجأ للقسطرة الذاتية. القسطرة الذاتية في بدايتها مزعجة، لكن مع الوقت المرضى بيكونوا صاروا خبراء بهذا الموضوع. الأطفال بتعلموا أمهاتهم كيف يعني يجروا القسطرة، ومع الوقت راح نستغرب أنه كثير من الأطفال بدافع الخجل، بدافع أنهم كبروا شوية، بيبدوا أنهم يعملوا القسطرة الذاتية. القسطرة الذاتية تكرارها أو عدد مراتها خلال النهار والليل بيختلف من مريض إلى آخر حسب استيعاب المثانة. بس إحنا بنفضل إنه المريض يروح ينام وهي المثانة فاضية، لأنه ما بدنا يكون في بول أثناء الليل، لأنه هذا الحكي يؤدي إلى الالتهابات البولية. طبعا زي ما إحنا عارفين القسطرة الذاتية مش قسطرة تحت يعني إجراءات معقمة، فممكن المريض يعملها بالبيت بكل بساطة. بيجيب بربيش زي البربيش الموجود الآن هون، وهاي البربيش صارت يعني موجودة بأسعار قليلة. هذا البربيش مصنوع من الربر من المطاط، وفي نوع مصنوع من السيليكون. فالمريض بيجيبه، بيكون مسترخي المريض في ظروف خاصة طبعا، ويعني بيضع كمية كافية من الجل. الجل هذا فيه مسكن موضعي حتى يقلل الألم ويقلل تشنج ما بعد القسطرة، وبيبدأ يدخل البربيش بمعرفته. الإنسان لما يعمل القسطرة الذاتية الألم أقل من ما يعمل له إياها واحد آخر، لأنه بيبدأ يقدر شوي شوي. مجرد ما يبدأ البول يطلع من الجهة الأخرى بيستنى عليها عبين ما يشعر أنه بطلت تطلع،
ويعني بيرجع بيغسل هذا البربيش. هذا البربيش مش للاستعمال الواحد، مع انه موجود منه الاستعمال الواحد، نتيجة انه سعره شوي غالي ممكن ينغسل وينحط بمثلا تبروير او واتيفر يعني نظيف، ويمكن غسله وشطفه بالمي مرة اخرى، ولا يشترط حتى انك تلبس قفازات طبية لما تعملها. السيدات قصر تبعتهم اقصر من اللي موجود عند الذكور. في مدخل اخر للبربيش زي ما احنا شايفين، اذا حبينا انه البربيش يضل فترة اطول ممكن نضع فيه سوائل، وهنا بنتفخ بالون وبيضل البربيش داخل المثانة، يعني البالون بيمنع البربيش انه يطلع برا المثانة. الان احنا بنفضل مع الوقت انه الانسان يعمل القسطره بعد التبول، يعني يحاول يبول بعدين يقسطر، راح يكتشف انه مع الوقت صار يبول افضل. فلما يرجع المريض عندنا ويقول لنا والله انه بعد القسطره هاي قاعده مش قاعده بتطلع بول، معناته هو رجع عنده القدره على التبول. كثير من اصابات خصوصا حوادث السير ممكن يستعيد وظائف المثانه مع الوقت، وهذا الحكي لا تقريبا حوالي 4 إلى 6 أشهر، بعد 6 اشهر بتكون الحاله استقرت وصارت هي الحاله النهائيه. لما نحكي ممكن ينزعج المريض، بس أنا عندي مرضى من ما كنت متدرب في المسالك البولية بعتهم بيعملوا قسطرة وما صار عندهم أي مشاكل، يعني صار لهم حوالي 20-22 سنة بيعملوا قسطرة ذاتية. وفي مرضى بيستصعبوا القسطرة الذاتية، بس القسطرة الذاتية إذا ما انعملت رح يظل البول جوا المثانة ورح يدخل المريض بالتهابات بولية متكررة. الجزء الثاني من المثانة العصبية هو تشنج المثانة، وهذا نتيجة للإصابة بالعمود الفقري تحت مستوى الصدر، وهنا بتبدأ المثانة تشتغل بطريقة متشنجة جدا وبتبطل تستوعب البول، فعكس الأولى مشلولة مش عارفة تفرغ، والثانية متشنجة مش قادر ترتخي حتى تستوعب البول. شو اللي بصير بعديها؟ إنه المريض ممكن يفقد سيطرته على البول، ممكن بالليل ما يلحق يوصل للحمام وإلى آخره، بيصير يتجنب يروح مشاوير بعيدة، حتى ممكن يلبس إشي يحفظه من هذا الموضوع. هاي علاجها مختلف تماماً، نبدأ بالأدوية اللي بتشل المثانة أو بترخي المثانة بشكل جزئي، وهاي الأدوية متوفرة ويعني ممتازة إلى حد كبير. إذا ما مشى الحال نلجأ لإشي أكثر صعوبة من ناحية وأفضل من ناحية أخرى، اللي هو حقن مادة البوتولينيوم A أو البوتوكس زي ما هو معروف بجوة المثانة. لما نحقن جوة المثانة، المثانة هاي منحولها من مثانة متشنجة إلى مثانة أكبر. الحلو بالموضوع إنه هذا الحكي بيستمر من 4 إلى 6 أشهر، فالمريض بيظل كويس من 4 إلى 6 أشهر، وبعد استعمالين أو أكثر بيصير المثانة أصلاً حجمها أكبر، والمريض بيصير الأدوية تشتغل بطريقة أفضل. هذا النوع الثاني من المثانة العصبية.